يمتد إقليم المرتفعات الجبلية في اليمن من أقصى حدود البلاد شمالاً حتى أقصى الجنوب، وتعد الجبال اليمنية الأكثر ارتفاعاً في شبه الجزيرة العربية، حيث يتجاوز أعلى قممها 3600 متراً فوق مستوى سطح البحر. تربط هذه السلسلة الجبلية التي تشمل أغلب المحافظات طرق تمر بمرتفعات وسهول وديان وأحواض، وتوصف في الغالب بالخطرة لضيقها وقدمها. وتقول تقارير محلية إن مسافة الطرق المعبدة تبلغ 16,000 كيلومترا فقط، فيما تبلغ مسافة الطرق غير المعبدة أكثر من 28,000 كيلومتر. سلام المرورية في هذه الطرق لا زال بشكل متواضع جدا جدا، ونأمل أن يعني يحظى باهتمام كبير من قبل الجهات المعنية لما له من أهمية. وتحتاج هذه الطرق إلى مصارف المياه التي تحافظ عليها وإلى العبارات، وإضافة إلى عمل يعني حواجز خرسانية أو حديدية في المنحنيات المرتفعة التي تجي من الأقطار. يعيش في المرتفعات الجبلية أكثر من 75% من سكان اليمن، وعليها تنتشر أغلب التجمعات السكنية في البلاد، ويقع غالبها في مناطق شديدة الانحدار والوعورة، ما جعل طرقها التي تعد بدائية في معظمها خطيرة جدا ومعرضة للانزلاقات والانهيارات الأرضية، وسببا في حوادث مرورية عديدة أبرزها الانقلابات. بلغت عدد الحوادث في هذا النصف العام ما يقارب من 4150 حادث. طبعا في الحوادث الناس بيظنوا انها خسائرها بتقتصر على المصابين، او لا، الحوادث خسائرها على الاقتصاد الوطني بشكل كبير. انا ادلل لكم انه في عام 1442 كانت الخسائر الحوادث الماديه الذي تكبدت البلاد ما يقارب من 3 مليار وشويه. في عام 43 السنه دي تليها وصلت الخسائر إلى 5 مليار وشوية. وخلال العقد الأخير شهد قطاع الطرق في هذا البلد تحديات واسعة وجمودا في الأعمال الإنشائية والتأهيلية الرسمية بسبب الصراعات والحرب المتواصلة التي تسببت في خسائر كبيرة طالت القطاع وتجاوزت كلفتها أكثر من 3,660,000,000 دولار وفق تقارير رسمية. تقول التقارير إن الحرب الجارية دمرت أكثر من 100 جسر وألحقت أضراراً بأكثر من 5,000 كيلومتر من الطرق أغلبها جبلية، ما فاقم معاناة مرتادي هذه الطرق بشكل واسع وتسبب في استمرار سقوط الضحايا. ورغم هذه التحديات فإن الفترة الماضية شهدت أعمالاً تطوعية بهدف مواجهة ضعف الأعمال التنموية في هذا القطاع. في مديرية وصاب وسط غربي اليمن بدأ قبل 4 سنوات مشروع تطوعي لشق طريق يربط بين 3 محافظات هي ذمار وإب والحديدة بطول 52 كيلومترا وعرض 14 متر، وبتكلفة وصلت لنحو 3,500,000 دولار بدعم كامل من الخيرين من أبناء المنطقة. ويأتي هذا المشروع كبديل لطريق قديم ضيق كان يطلق عليه طريق الموت، ويمر بمنحدرات جبلية ووديان خطرة، وتسبب خلال العقود الماضية في حوادث خلفت ضحايا من المسافرين وخسائر في ممتلكاتهم ولا سيما في موسم الأمطار. المشروع مشروع حياة، ناس لا يستطيعون التنقل، لا يستطيعون أنهم يأخذوا ما يحتاجونه من مواد أو يسوقوا حاجتهم إلى مناطق أخرى. طبعاً الآن يعني لا يوجد دعم حقيقة إطلاقاً من الدولة مع الحاجة الماسة جداً لدعم الدولة، سواء كان في الأعمال الإنشائية اللي عبارات وجسور وجدران، أو يعني مادة الإسفلت التي هي بالضرورة طبعاً لا تكون إلا إيش من قبل الدولة، يعني لا يستطيع المواطن أنه يعني يوصل إلى هذه الدرجة.
ويستفيد من المشروع بشكل مباشر أكثر من نصف مليون نسمة من أهل المنطقة كانوا يعانون من انعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم بسبب أزمة الطريق التي كانت سبباً في عزلتهم. هذه الطريق بننتظرها أكثر من 50 سنة ونحن منتظرين لهذا المشروع. المشروع ضخم جدا. ستتوفر لنا الوحدة الصحية إن شاء الله، مدارس، أشياء، حواجز مائية إن شاء الله بإذن الله. ستستطيع منظمة الوصول إليها إن شاء الله بكل سهولة، لأنه زمان كان الطريق وعرة جدا، ما كانش حد يستطيع أن يوصل إلى المكان. ورغم هذه المبادرة المجتمعية في هذه المنطقة والمناطق الأخرى من البلاد، فإن سكان هذا الإقليم يطالبون السلطات باستكمال هذه المشاريع وتطويرها لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها. تبقى أغلب الطرق الجبلية في اليمن غير مؤهلة ومعرضة للانهيارات الصخرية والانزلاقات الأرضية، ومع أهميتها البالغة وكثرة استخدامها يتفاقم خطرها أكثر في ظل ما تشهده البلاد من أزمات وصراعات. عمر الورفي، تي ار تي عربي، صنعاء.